يونس معنا مراسل العربي صالح الناطور. صالح، أطلعنا على أبرز المستجدات وكيف يمكن وصف الوضع. يعني الظروف عامة قاسية على الناس الذين ما زالوا بيتنقلوا في مدينة غزة من منطقة إلى أخرى، وحركة نزوح مستمرة من المناطق التي تم التوغل إليها، ورغم تردد الناس لأنه وجدوا أنفسهم محاصرين، إلا أن عملية التفكير بعملية الخروج من هذه المناطق أيضا فيها مخاطرة، وهناك من يتردد بالخروج وهناك من تجرأ على ذلك وخرج فعليا. نتحدث عن حركات نزوح مستمرة بدأت من المناطق الشرقية من مدينة غزة باتجاه المنطقة الغربية، وافترش الناس حتى الأرض في تلك المناطق وأبواب المنازل وأبواب المدارس، لكن سرعان ما جاء التهديد الإسرائيلي الأخير أيضا لمناطق غرب مدينة غزة، واضطر الناس في أقل من 24 ساعة إلى النزوح مرة ثانية من مناطق غرب المدينة محاولين التوجه إلى مناطق شمال مدينة غزة، رغم أنه حتى التهديد الإسرائيلي وأوامر الإخلاء طلبت من هؤلاء التوجه إلى مناطق وسط قطاع غزة، لكن لا حركة نزوح باتجاه المنطقة الوسطى إلى دير البلح أو مناطق وسط وجنوب القطاع عبر حاجز نتساريم العسكري الإسرائيلي، لأنه هناك خشية كبيرة من الناس أن يتم التنكيل بهم أو اعتقالهم على هذا الحاجز، وبالتالي الناس ترفض حتى التوجه إلى هذه المنطقة الغير آمنة والتي تعرضت قبل ساعات أيضا إلى عمليات قصف وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية. المنطقة الوسطى الشمالية الغربية من مخيم النصيرات تعرضت لعمليات قصف مدفعي قبل قليل من قبل مدفعي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي حركة الناس الآن أكثر اتجاها باتجاه مناطق الشمال، وهذه مناطق تضررت بشكل كبير، دمرت أحياء كبيرة منها، والناس لا تجد أيضا مكان، وبالتالي سيبقى الحال كما هو الأمر بالنسبة لهؤلاء الناس. آلاف العائلات الفلسطينية، أطفال، نساء، كبار، مرضى، جرحى، هم في ظروف قاسية الآن مع تكرار عمليات النزوح هذه من منطقة إلى أخرى، ولا يعرف ماهية هذه العملية العسكرية حتى الآن إلى أي مدى يمكن أن تذهب بها إسرائيل في مناطق غرب مدينة غزة. حتى الآن توغل جيش الاحتلال في محيط منطقة الصناعة ومناطق حي تل الهوى، وهناك الآن مئات العائلات الفلسطينية محاصرة، ولا يعرف إلى أي مدى ستستمر هذه العملية العسكرية مع استمرار القصف الإسرائيلي وأطلاق النار من طائرات الكواد كابتر على معظم هذه الأحياء التي جرى تهديدها، بدءا من حي الشجاعية الذي تجددت عمليات القصف المدفعي قبل نحو ساعة باتجاهه، بالإضافة إلى مناطق الصبرة والزيتون وجنوب حي تل الهوى ومناطق محيط الجامعات ومنطقة أنصار، وأيضا الغارات التي نفذت باتجاه مناطق الرمال. كل هذه المناطق الآن نتحدث عن مساحة واسعة كبيرة من مدينة غزة الآن هي تحت التهديد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي وإمكانية وصول الدبابات الإسرائيلية إلى عمق هذه الأحياء السكنية التي فعليا وصلت إلى بعض أو إلى عمق بعض هذه الأحياء، وقد تتمدد عملية دخول هذه القوات الإسرائيلية لمناطق جديدة. هذا الحال في مدينة غزة، باقي المناطق أمان منطقة الوسط تشهد عمليات إطلاق نار وقصف في المنطقة الوسطى كما قلنا من محور نتساريم، الذي أبلغت الفصائل الفلسطينية أيضا عن عمليات استهداف لهذا المحور. كتائب القسام أعلنت إطلاق صواريخ الهجوم التي استخدمتها في استهدافها قبل شهرين موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي قبل اجتياح رفح، عادت استخدام هذه الصواريخ مرة أخرى خلال الفترة الماضية في استهداف منطقة محور نتساريم، المحور الذي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى بلاغات صدرت من فصائل أخرى كسرايا القدس أيضا عن استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم. أخيرا جنوبا مدينة رفح تم انتشال شهيد من قصف إسرائيلي غربي المدينة، وكذلك هناك عدد من الشهداء تم انتشالهم من مناطق شرق مدينة رفح جراء استهدافات إسرائيلية سابقة، وكانت هذه الجثامين متحللة ووصلت إلى هنا إلى مستشفى ناصر. شكرا لك صالح الناطور مراسل العربي في خان يونس.